Recording in progress. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، نستأنف إن شاء الله دروس دورة التجويد المكثفة، وأرجو الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالتوفيق والنجاح والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. وأكرر أن هذه المجالس هي مجالس لأن نقبل على القرآن الكريم تعلما وتعليما، وتعلم القرآن الكريم لا ينحصر في تلاوته وفي مخارج حروفه وأحكام التجويد، وإنما في تعلم أحكامه وحلاله وحرامه والدعوة إليه، وأن نعيش القرآن الكريم في حياتنا الخاصة والعامة. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك الذين يعيشون القرآن في حياتهم، ويكون لهم نورا وذكرا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. أشكركم مرة ثانية على جهدكم وعلى وقتكم وعلى هذه النية الطيبة الصالحة في تعلم القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في المرة الماضية عند أحكام الراء، وتحدثنا عن أحكام تفخيم الراء. المعذرة. سنراجعها بشكل إن شاء الله موجز، أحكام تفخيم الراء، ثم نكمل في ترقيق الراء إن شاء الله. صحيح، نحن وصلنا إلى هذا الباب أليس كذلك؟ نعم نعم، بارك الله فيك. نعم طيب، أحكام تفخيم الراء، كما أحكام الراء كما ذكرنا سابقا تفخم في 8 حالات وترقق في 4 حالات، ويجوز فيها الوجهان في حالتين. في تفخيم الراء إذا كانت مفتوحة، راء رمضان. هذه المراجعة وهذه التذكرة مفيدة للإخوة والأخوات الذين ربما يدخلون الآن إلى يعني علم التجويد لأول مرة، ومفيدة أيضا لمن عنده علم في أحكام التجويد، ولكن يعني لا بأس من التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. إذا كانت الراء مفتوحة كما قلنا سابقا تفخم في حالة تفخيم الراء وحالة الفتح 3 حالات. حالة الفتح الراء مفتوحة رمضان، أو ساكنة وقبلها فتح مريم، أو ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبلها مفتوح مثل والعصر حشر. تمام. الآن عندنا 3 حالات أخرى في حالة الراء المضمومة، أو إذا كانت يعني متصلة بما هو مضموم. إذا كانت الراء مضمومة كفروا، وإذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم القرآن، وإذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم خسر خسر. ماشي الحال. الحالة السابعة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، كسرة غير أصلية ملفوظة أو مقدرة، وهذه عادة تكون في الهمزة، همزة الوصل، يرجع الذي ارتضى. الحالة الثامنة والأخيرة في حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، كسر أصلي كسر حقيقي، ولكن بعد الراء الساكنة بعدها حرف استعلاء مفتوح أو غير مكسور، لكن لم يأتي إلا مفتوحا، أليس كذلك أختي رحاب؟ وإرصادا. نعم نعم. قرطاس فرقة. شو المثالين الآخرين لهذه الحالة؟ وإرصادا قرطاس فرقة لبين مرصاد مرصادا. نعم، الله يجزيك الخير. نذهب إلى ترقيق الراء. ترقيق الراء أسهل من يعني تفخيم الراء في حالاته، حيث عندنا 4 حالات ومحصورة في الكسر أو ما يشبه الكسر. في الرأس المكسورة كريم ريح، كريم ريح. راء ساكنة، انظروا إلى الراء المكسورة هي هنا. الآن عندنا راء ساكنة لكن قبله كسر، فرعون فرعون. وعندنا راء ساكنة في الحالة الثالثة وقبله ساكن وقبله مكسور، هجر قدير. اتفقنا على هذه الثلاثة. إذن حالة الكسر هي التي تجعل الراء مكسورة مرققة. في حالة إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء لين، يعني لا ياء ليست مادية، خير لا ضير
هذه أيضا ترقق فيها الراء، لأنه إذا كانت الياء مادية سنذهب إلى قدير، خبير، بصير. لكن إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء مادية، الياء المادية هي الياء الساكنة وقبلها فتح، بيت، شيء، هذه ياء مادية. الآن عندنا ياء مادية مع الراء، فتأتي الياء ساكنة قبلها فتحة والراء ساكنة، خير، لا ضير. الآن لو تتكرموا افتحوا لي المصاحف أمامكم وأعطوني الراء المكسورة، فقط راء مكسورة. الحالة الأولى أعطوني أمثلة عن الراء المكسورة، ثم نذهب إلى الحالة الثانية والثالثة والرابعة. حالة الراء المكسورة، بسم الله. اضرب اضرب. نعم. ريتشسون ريجسون. نعم. مصرفا مصرفا. استجري تجري. دعوني أكتبها هنا وانظروا إلى، لو تتكرموا إلى هذه الأمثلة، إذا كانت موجودة هذه الأمثلة فلا تقولوا. هل الآن عندنا الراء المرققة، الراء المكسورة؟ نعم. ولم أدري ولم أدري. تجري. رزق رزق. نعم. بري تكريم. بري. البحر البحر. رجال رجال. نعم. يريدنا الربا الربا. نعم. طيب نذهب لو سمحت إلى الراء الساكنة وقبلها كسر. فرعون، بعثر، أمرنا، أمرت، يغفر، يصبر، بمسيطر. أعطوني أمثلة تشبه هذه الأمثلة، راء ساكنة وقبلها كسر. شركون شرك. نعم. شرعة قوليها مرة ثانية. شرعة شرعت. نعم صحيح. يؤخر باص يؤخركم. ارحموا لا. يرية. لا لحظة، ارحموا وخرطاس مع الراء شوفي، ارحمهما يرحموا وقرطاس هنا مع الراء المفخمة، صحيح؟ نزلت نعم مريم نعم بالمرصاد. لا لا، بالمرصاد اتفقنا هي هنا مع الراء مع التفخيم، لأنه راء ساكنة وبعدها حرف استعلاء مفعول. نعم نعم راء ساكنة قبلها كسر. ميريا ميريا. نعم كتبناها. عين القطري عين القطري. القطري. نعم. يغفر يغفر مكتوبة. نعم صحيح مكتوب. فقيرة فقيرة فتحة، الراء فتحة هنا. أنذر أنذر. أنذر. نعم أيضا. أصبر تصبر. فردوس فردوس. نعم اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب. إجرين أجرين. لا أجرين أصلا هي مكسورة، نضعها لك هنا. أجرين الراء مكسورة، فلا نحن نبحث عن ارجع ارجع ارجع. تجري تجري الراء مكسورة هنا، تجري نكتبها هنا مع الراء المكسورة، نريد راء ساكنة قبلها كسر. شرعة كذبنا. واصطبر كذبنا. واصطبر. حاضر. تفجيرا. مرة ثانية. تفجيرا. تفجيرا. را فتحة. تفجيرا. را هذه فتحة، نضعها نضعها هنا. تأتي بها من المغرب. 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 المغري. ري ري راء مكسورة، نضعها هنا. المغرب. نعم المغرب هنا، انظري الراء المكسورة. لحظة لحظة أخي، لما أتكلم أرجوكم دعوني يعني أكمل الجملة. المغري ري راء كسرة، فلا نضعها مع الراء الساكنة هنا، الراء مكسورة. نعم تفضل أخي. منهمر. منهمر صحيح. منهمي راء ساكنة قبلها كسر، صحيح. مدثر. المدثر. نعم صحيح. شرع. شرع كتبناها أختي ثلاث أربع خمس مرات. ريح. الراء مكسورة هنا. ريح. ري راء مكسورة.
نريد راء ساكنة. نحن لا نرى الشاشة دكتور رحابي، فلذلك أوه. يلتبس علينا الأمر أحيانا. أوه. لماذا لم تخبروني؟ سامحكن الله، وأنا أظن أنني قد شاركت معكم الشاشة. خيرا إن شاء الله. الإنسان، منتشر، نعم منتشر. ارجعوا ارجعوا هنا يا حبيبنا، هنا ارجعوا، مع الراء الساكنة قبلها كسر عارض، صحيح؟ مستقر مستقر. نعم صحيح، لأن نذهب إلى الراء ساكنة قبلها ياء ساكنة قبلها كسر، يعني راء ساكنة قبلها ياء ساكنة وقبلها كسر، مثل خبير، مصير، خير، نذير، نذير، نعم، بطير، السعير، بصير، بعير، السعير، المصير، المصير، ظهير، يشير، ظهير، قطير، ظهير، نعم، قطعة، عسير، عسير، بعير، كبير، مكتوبة هنا، نعم، فرقل، لا، فرقل، يسير، لحظة شوي، فرقل، أين نضعها فرقل يا جماعة الخير؟ ساكنة قبلها كسر وبعدها حرف إذا استعلاء، نؤجلها لاحقا، مرققة، يأتيها فيها وجهين. جواز الوجهين، نؤجلها إلى بعد قليل إن شاء الله، لكن الآن نحن نبحث عن راء ساكنة قبلها ياء ساكنة وقبله كسر، نصير، بصير، كبير، منير، نصير، بشير، كبير، نكير، نذير، نذير، نعم، تطوير، نعم. طيب طبيب، أعطوني الآن لو سمحتم راء ساكنة قبله ساكن وقبله كسر غير الياء، يعني الآن عندنا حجر، خضر، وتر، ذكر، بئر، كبر، سحر، سحر، صحيح، نعم، أيضا، وصل، لا، خسر مفخمة لأنه راء ساكنة قبله ساكن قبله ضم، ويتر، ويتر، نعم مكتوبة، نعم، ترون الشاشة صحيح؟ نعم. نعم. خضر، خضر؟ نعم مكتوبة خضر. ويزر، ممكن نكتب ويزر؟ اسر، ويزر، ويزر، نعم، شو قلت يا أختي؟ في أخ كتب مصر، مصر، اهبطوا مصر، مصر، شو مصر يا جماعة؟ أي اهبطوا مصر، صح؟ لا، مصر إذا فتحناها، نعم، هي فتحة، ما في عليها في حالة الوقف، أوكي، بئر، 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 مكتوب بئر، طيب، دعونا نذهب إلى الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة وقبلها فتحة، يعني الياء اللي هي ياء مادية، ياء لين، مثل لا ضير، خير، غير، الطير، بغير، السير، قريش، قريش، لا لا طير، لا، الراء قريش الراء مفتوحة، يلا، طبيب، لا لا، خبير نضعها مع الراء اللي قبلها هنا، مع نصير وبصير، يا قبلها فتحة، يا قبلها فتحة، هذه اسمها يا لين، داير، ضير مكتوب، نعم، نعم، جاري البحث، شو قلتي؟ جاري البحث، عم ندور يعني. جاري البحث، نعم، طيب سير، السير، نعم مكتوب على السير، دعونا نذهب إلى الحالة في فين ضاعت؟ جواز عزير، عزير عزير، ابن الله، طيب عزير، ماشي، جزاك الله خيرا، نذهب إلى
أين ماذا ترون الآن على الشاشة لو سمحتم؟ جواز تفخيم وترقيق؟ نعم. إذا جواز التفخيم والترقيق في الراء، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم على قوله تعالى فرق كالطود. أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء القاف. عند الوقف ففي الراء التفخيم فرق ق. أما عند الوصل فيجوز فيها إيش؟ التفخيم والترقيق. نقول فرق فرق ويجوز أن نقول فرق. الآن ما في عندنا غير هذه الكلمة في القرآن الكريم حتى تحفظوها، احفظوها وتذكروها. جواز التفخيم والترقيق في هذه الكلمة إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسر وبعده حرف استعلاء مكسور. الحالة الثانية عفوا ليش؟ سؤال جيد. لماذا؟ لأنه القاف من أحرف إيش أخي الكريم؟ أيوة، لمجاورة الراء لحرف ثقيل وهو حرف القاف فأخذ من ثقله وأخذ من تفخيمه، فلا حرج في تفخيم الراء مع تفخيم القاف لأنه تجاورا فيسهل تفخيم الراء مع القاف ويسهل أيضا عفوا. ولماذا الترقيق؟ الترقيق لأن القاف جاءت مكسورة في أدنى درجات تفخيمها، فتستطيع أن تقول هي أصلا يعني مرققة نوعا ما لأنه في أدنى درجات الترقيق، أليس كذلك؟ لما أخذنا درجات الترقيق التفخيم هي القاف هي جاءت مكسورة هنا ففي أدنى درجات التفخيم فقريبة جدا للترقيق، والراء مرققة ساكنة وقبلها كسر فيناسب أن ترقق أيضا فرق أو فرق فرق، فيجوز تفخيمها ويجوز ترقيقها. والحمد لله ما في عندكم حالات كثيرة في القرآن إلا هذه، فما الذي أريد أن أركز عليه في حالات تفخيم الراء وترقيق الراء هي التي تكثر، يعني الجواز الوجهين وحتى الكلمات في الحالة السابعة والثامنة في التفخيم ما في عندكم إلا كلمات معدودة في القرآن، أما الكلمات التي هي تمر ونقرأها بكثرة هي حالات التفخيم في الفتح والضم وحالاتها، وفي حالات الترقيق الكسر أيضا في حالاتها الثلاث، فهذه نحن التي نريد أن نركز عليها وأن يعني تأخذ الموضوع بطريقة سهلة ليست معقدة الحمد لله. الحالة الثانية ممكن سؤال دكتور حسن؟ نعم تفضلي. من هناك من يقول فرق يجوز التفخيم والترقيق ولكن الترقيق أولى وذلك لترقيق الحرف القاف في الأصل فرق، فهل هذا يجوز أن أنا حفص عن عاصم نقرأها فرق بالترقيق إذا كنا نريد أن نذهب إلى الأولى، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ما دام هناك من يقول هناك هذا أولى فنذهب معه إذا كان من أهل العلم ومن أهل القراءة، إذا كان هناك رأي آخر يقول والتفخيم أولى أيضا، إذا ما دام نقول جواز الوجهين واعتمدها العلماء على ذلك فيعني الترجيح ربما يكون صعبا نوعا ما حسب مدارس المشايخ والقراء، ولكن ليس بالوجهين. نعم 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 بالوجهين. وأريد أن ننبه هنا جزاك الله خير أختي الفاضلة، ونبه إلى قضية وهي أنه تجويد وتلاوة القرآن الكريم أمر سهل وميسر. صحيح هناك ربما مدارس مختلفة في البلدان الإسلامية وعند القراء، ولكن في النهاية التجويد علم سهل وميسر لا يدعو إلى يعني ذلك الخلاف الكبير الذي ربما يدعو إلى الفرقة أو إلى الاختلاف الذي يعني يشحن النفوس. ما دام هناك شيء وقالوا كذا وقالوا كذا، إذا اذهب مع من قالوا بكذلك وإذا مع من قالوا بهذا الرأي. أي مسألة فيها اسمها مسألة خلاف، إذا لا هنا لا رأي ختامي أو نهائي فيها أو لا رأي فصل فيها. أما المسائل التي لا خلاف فيها فهي مسائل لا تقبل الخلاف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في خلاف، ما في كلام في هذه الكلمة، الخمر حرام ولا حلال، ما في هنا ما في خلاف، حرام حرام، الصلاة فرض، هل في هناك مسائل أما في بعض المسائل الأخرى يجوز ويجوز كذا، فهذه ربما موضوع آخر فقهي وفكري نتحدث عنه في موضوع آخر أو في مناسبة أخرى غير مناسبة التجويد والتلاوة. بارك الله فيكم. جواز التفخيم والترقيق أيضا في الراء عند إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك في الوقت بالسكون على مصر
أو القطر. فاختار الإمام ابن الجوزي ابن الجزري عفوا التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل. أما في حالة الوصل فإن الراء مفخمة في مصر لأنها مفتوحة، وفي القطر مرققة لأنها إيش؟ لأنها مكسورة قولا واحدا. فهذا الكلام الذي ربما نحتاجه مصر وقطر. هل في عندنا كلمات أخرى أيها الإخوة والأخوات؟ في كلمة مجراها لأنها ممالة. تلك حالة أخرى، مجريها مرققة، مجريها مجريها تذهب إلى الكسر فهي مرققة. أما هنا في مصر وقطر راء ساكنة قبله حرف استعلاء، حرف مفخم ساكن وقبله كسر، فهنا أيضا فيه جواز الوجهين. وعندكم الكلمات أيضا هنا تذكروها، تقول مصر أو مصر، القطر أو القطر، فإما بتفخيم وبتوقيف. فإذا قرأتها مفخمة أو مرققة فأنت على خير. طيب، شكل اللسان عند نطق الراء المفخمة والمرققة يصاحب الراء المفخمة تقعر لوسط اللسان، ولاحظوا هنا التقعر، وتضيق في الحلق بخلاف المرققة. المرققة ما فيها تقعر وما فيها تضيق في الحلق، أما الراء المفخمة فيه تقعر في الراء وفي تضيق هنا في الحلق. هنا ما في تضيق وهنا ما في تقعر، الراء بحالة تقريبا حالة الراحة. فرعون، قولوا معي فرعون، فرعون، رجال. دعونا نذهب إلى الكلمات التي كتبناها ونقرأها، لعلي أطلب يعني من يقرأ لي الراء المفخمة هنا. أين الأيدي المرفوعة للمشاركة حتى أناديكم؟ الأيدي المرفوعة، نعم وفاء تفضلي اقرأي الراء المفتوحة. حرم، ورع، سرح، رؤوف رحيم، الرحمن، حذر، 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 الآخرة، ربكم، الصراط، لربك، بشرى، تفجيرا، تارة أخرى، تارة أخرى، وازرة. وازرة، درسوا، لا تقولي الضاد، دا دارسوا، ترقيق الدال عند تفخيم الراء، دارسوا. درسوا، لا تقولي الضاد، دا ترقيق، أيوه درسوا، هنا تخليص الحروف من التفخيم والترقيق. وعند المجاورة ننتبه أن لا يتأثر حرف مفخم بحرف مرقق ولا حرف مرقق بحرف مفخم. دارسوا، دارسوا، درسوا. نعم. وهذه الدورة التجويدية التي تساعد على إتقان هذه المهارة، مهارة يعني. وهذه خطأ، أخطاء شائعة ربما تظهر عند البعض، وربما تظهر عند بعض من يقرأ، أن الحروف المفخمة المجاورة للمرققة ترقق عندهم، أو إذا كانت حروف مرققة مع المجاورة للمفخمة تفخم. فهذه ينبغي أن ننتبه كيف نستطيع أن نخلص هذه الحروف بتبطيء السرعة قليلا. بطئ السرعة، وهذه السرعة المبطئة لا أحد يشعر بها إلا القارئ. بطئ السرعة ورقق الحرف المرقق وفخمي المفخم. دارسوا، درسوا، نعم، رقيب، راجعين، نصر، نصارى، نصر، نصر، رزقناهم. نعم، جزاك الله خيرا. أخت أو الأخ سفيان، الراء الساكنة قبلها فتح. البرق، مرويم، مو ما 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 نعم، صحيح، مرويم، وانحر، مرضاتي، الأرض، الأبتر، رقق الساق، الأبتر، 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 سخرنا. هنا فخم الخاء، لا حرج أن الخاء أصلا مفخمة، لكن رقق السين، لا تقول صخ صو صو سخرنا، س سخرنا، سخرنا، س سخ سخرنا، تسترضعون، رقق التاء،
تسترضع. تسترضع. الإخوة والأخوات جميعا اقرأوا معنا، ولكن أنتم ميوت، لكن أنا أسمع لي واحد فقط. نعم، الكوثر. بقية الثاء. الكوثر. 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 ث ث ث الكوثر. نعم. قرض. مرقوم. بقية الميم. ما مرقوم. مرقوم. أرسلنا. البر. أربعة. أربعة. مر. مر. نرجعكم. حرف. الرعد. ترغبون. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. من أيضا رفع يده؟ أخت رحاب. نعم. الراء الساكنة قبلها ساكن غير الياء وقبلها مفتوح. نعم. والعصر. النصر. القدر. الفجر. أجر. الأمر. مكر. أسر. الصبر. الخمر. شهر. عشر. نصر. الصبر. الوتر. هي الشافعي وال والوتر. نعم. والشافعي والوتر. تمام، جزاك الله خيرا، أحسنتي. السحر. بس لو سمحت، الراء ساكنة قبلها فاتح في كلمة الرعد، محطوطة غلط، المفروض مع الراء المفتوحة. أين هي الرعد؟ نعم، لك 10 نقاط، جزاك الله خيرا، شكرا. الرعد، بارك الله فيك، شكرا. نعم، الآن الراء المضمومة. الكافرون. نصر. نصر. لا، الآن الراء مضمومة، نصر. فضموها جميعا. نعم. نصر. يشعرون. صابرون. رزقوا. تكفرون. كفروا. يغفر. تنظرون. دافرون. يذكرون. هارون. خاسرون. أجرهم. صبروا. رويحة. وأثروا. رهبان. وأسروا. رهبان. جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيك. أستاذ أحمد سكر، بسم الله. يرسل. يكفر. أرسل. القرآن. ترجعون. أنظر. ترزقون. مرسلين. تصرهم. زرتم. ينشرون. ينشرون. ينشر. فرقان. غرفة. الكرسي. فهجر. أحسنت، بارك الله فيك. محسنة، بسم الله. خسر. كفر. يسر. طيب، عسر. لحظة شوي. الراء هي، لا أقول قلقلة، وإنما لابد من يعني نبرة الراء حتى تظهر، فقط لإظهارها، لكن لا نزيدها حتى تصبح مقلقلة. يعني حاولوا أن تلفظوا الراء لفظا يظهر صوت الراء، ولكن لا تقلقل. لا نقول خس الراء، يعني لا نتعمد قلقلتها، وإنما بقدر ما نظهر صوتها. خس. كف. يس. عس. طه. الشكور. شكر. عذر. ظهر. صفر. نكر. نعم. كسر. كفر. يسر. عسر. طهر. الشكور. شكر. عذر. طهر. صفر. نكر. جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيك. أخذ سماح. ممكن أقرأ؟ الله معك.
الأخت سماح، الراء ساكنة قبلها كسر عارض. ارجعي أمير تابو، تفخيم تفخيم، أمير أمير تابو، أمير أمير تابو، إن ارتبتم إن ارتبتم. طيب تحبي نعود إليك بعد قليل أختي؟ ممكن أنا أقرأ؟ نعم تفضلي. ارجعي 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 ارتابوا إن ارتبتم، رب ارحمهما، اركب ارتبوا ارتضى 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 تدقيق التاء ارتضى. ارتضى نعم اركعوا ارعوا ارفع وارجعوا وارغب. جزاك الله خيرا، احسنت بارك الله فيك. سماح ممكن تقرأي؟ طيب مين في أحد آخر عندنا يقرأ؟ أنا دكتور يلا بسم الله. أقرأ الراء المرققة الآن راء ساكنة قبلها قبلها كسر كسر وبعد وبعدها حرف السعلاء غير مكسور في كلمة واحدة. نعم. إن شاء الله. لبالمرصاد مرصاد قرطاس إرصادة فرقة. طيب جزاك الله خيرا، لا حرج اختي، بارك الله فيك، نسأل الله العظيم كل شيء ان يشفيك وان يعافيك وان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى يا رب العالمين. طيب هل من لو سمحت نعم دكتور، بس عندي سؤال، فرقة غير فرقنا اللي أخذناها بجواز التفخيم والترقيق؟ لا هون فرقة، سؤال جيد، فرقة هنا القاف شو حركتها؟ فتحة. فتحة، إذا هنا الراء مفخمة قولا واحدا لأنه القاف حرف الاستعلاء مفتوح. لما يكون حرف الاستعلاء مكسور وهو ما في غير يعني فرق أو فهو جواز الوجه لما يكون مكسور. تمام؟ نعم شكرا. عفوا الله يبارك. الآن الراء المرققة، تعالوا إلى الراء المرققة، الراء المرققة من يقرأ لي الأحكام هذه الأمثلة؟ أنا دكتور أنا بقول يلا عندنا فؤاد ثم من؟ وفاء وفاء. يلا لا وفاء أنت قرأتي، الله يجزيك الخير، بكم مرة ثانية حاضر. يلا أستاذ فؤاد بسم الله. Can we read this one again? No, we have now راء مرققة. But people are reading again while there are people who didn't read the first time. So why can't they have a chance to read? Yeah, that's why I'm calling. Who will read? If nobody, yeah. I will call the same people. If nobody, yeah. So yes. That's not fair. Yes, it is not fair. If you are ready, yalla bismillah. Yalla, let me hear, listen from you. Bismillah. No. This brother, I'm waiting for brother, him. Okay, yalla, bismillah, brother. Yes, brother, I'm waiting for you. Your floor. Hello? Anyone who wants to read? Where are you, brother? يلا خذ فؤاد بسم الله. رجال الوارثين ذرياتهم ذرياتهم رعاء يسارعون الآخرين الكافرين الطارق الربا صدر لا مرقص را كسر صدريك صدريك صاغرين مشركين ذكرين
ذكر يضرب الرجل يريد يكرم 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 تجري رزق طريق البحر. لا تقول البحر. لا تقف على السكون، نحن الآن نأتي بالراء المكسورة. البحر الربا أجر تجري المغرب. جزاك الله خيرا. يلا، أين الأخ الذي يريد أن يقرأ؟ Where are you brother? We are waiting for you. بسم الله. Brother, who wants to read? يا أخ الإسلام، يا أخ الإيمان، أين أنت؟ ألقيت بكلمتك ثم خرجت، سامحك الله، هذا ليس من الأدب. تفضل، من يقرأ الآن؟ أقرأ دكتور؟ يلا بسم الله سيدي. الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة وقبلها فتحة. لا، الآن عندنا الراء ساكنة وقبلها كسر، فرعون في الوسط. فرعون بعثر. لا تقولي بعثر. أيوة، تحقيق الكسر عند الثاء. بعثر، إشباع الكسر. بعثر. نعم. أمرنا. أمرنا. لا تقولي أمي. أمي. أمير. أمير. أمرنا. تمام. أمرت. يغفر. يغفر. في كسرة كاملة. يغفر. نعم. يصبر. تمام. بمسيطر. طي، اكسري أواخر الكلمات. بمسيطر. تمام. شرع يؤخركم. تمام. مريا القطر. القطر، أين لازم نضعها؟ في مكان آخر. قبلها صحيح؟ ساكن. نعم. مكسورة وقبلها. نعم. ساكن. أنذر. فاصبر. أنذر. ذي أنذر. فاصبر. فردوس. واصطبر. منهمر المدثر. لا تقولي المدثر. تمام. منتشر. لا تقولي منتشر. ايوه. هلا هذه الاحكام، هذه عفوا الامثله تساعدنا على تحقيق الهمزة، على تحقيق عفوا الكسر وإشباع الكسر. فرعون، بعثر، أمرنا، أمرت، يغفر، يصبر. فسامحيني على التصحيحات، لكن هذه مهمة جدا، ولعلها تكون معك دائما إن شاء الله. يعني الآن مصححة هذه الكلمات وغيرها. نعم. نعم إن شاء الله دكتور. ارفعوا صوتكم، عملوا ميوت، لكن اقرأوا معي لو سمحتم. رددوا معي. بعثر، يغفر، يصبر، بمسيطر، يؤخركم، أنذر، فاصبر، واصطبر، منهمر، المدثر، منتشر. لاحظوا كسر الحرف قبل الأخير، لابد من كسره كسرا
واضحا وكاملا. من عندنا؟ الأخت فاطمة، بسم الله. الراء الساكنة قبلها ياء ساكنة وقبلها كسر. نعم. مصير، بصير، كبير، قولي لا تقولي با با، كبير، لا تقولي باصي با، با بصير. باء، بصير، كبير، منير، نصير، رقق النون، نا بشير، نا نصير. نصير، بشير، كبير، نكير، خنزير، قدير، ظهير، عسير، وضحي ترقيق أس. الراء. قدير، ظهير، عسير. قدير، ظهير، عسير، السعير، المصير، الماء، ما المصير، المصير، لا تفخمي الميم. نذير، المصير. المصير، نذير، هجر، هجر. خضر، هجر، خضر، الضاد الوتر، استطالة، خضر أو خضر، خليها تكون مكسورة الخاء مشان ترقيق الراء. لا هون كمان تعرفوا شو؟ خضر، لا لحظة شوي، هون مثل هذه الكلمة لازم ما نحطها، صحيح؟ أنتم معي؟ نعم. الضاد حرف استعلاء سبق الراء، أين نضعها؟ تفصيل شو رأيكم؟ يجوز البشر زي فيرو أعتقد مكانها صحيح هنا، ما في حرج. خضر. نعم. والدكتور الضاد بس اللي بتعمل إشكال على الواحد من حد استعلاء واستطالة. نعم، لكن الرأي إذا كان ننظر إلى ما بعدها، ما هي؟ مصر، خضر، مصر، قطر. هذه مثل قطر ومصر، أعتقد نضعها مع قطر ومصر، صحيح؟ يجوز الوجه. نعم نعم يجوز الوجهان، صحيح يا أختي رحاب؟ الأخوات الكريمات، الإخوة الكرام، أنا متعود دكتور قراءة مفخمة مشان هيك أشكلت علي. ما نحن الآن، نعم وأنا كمان أقراها مفخمة. لكن تعالوا نضعها وين؟ قطر ومصر مع جواز الوجهين، لأنه تشبه جواز الوجهين من هذه الناحية، صحيح؟ هي تشبه جدا. مصر والقطر، فنضعها هنا إن شاء الله، ضعوها هنا ولا تقلقوا. نعم قبر الوتر. نعم يعني جواز الوجه. هذه جواز الوجه، نعم خطر جواز الوجه، نعم الوتر. سبحان الله في معظم كتب التجويد بيكتبوا بس مصر والقطر. نعم عندك أمثلة في القرآن كله أم مجرد أمثلة فقط؟ هلا هي ما في الآية الكريمة، شو الآية الكريمة في خضر ولا خضر؟ كسرة ولا ضمة؟ كسرة كسر متأكدين؟ في القرآن جاءت مضمومة، الخاء مضمومة، لكن احنا هون حطيناها مع المكسورة، لكن هي نور مضمومة. وعبقري كل في كل الواقعة. كل كل كلمة خضر في القرآن جاءت كلها مضمومة، جاءت كلها مضمومة أخواني. في سورة الرحمن نعم، أو نعم في خبر نعم كل يعني وسبع سنبلات خضر، ما هي سورة يوسف وغيرها. فالمهم هذه خضر الخاء مضمومة، لكن إذا أتينا بها مكسورة ما اختلف الوضع، لأن الضاد بقيت حرف استعلاء وهي ساكنة قبل الراء الساكنة، فهي جواز وجهين إذا وقفنا عليها، لأن واحد يقف على هكذا كلمة، صحيح؟ نعم. طيب نكمل لو سمحتم. ذكر، بئر، كبر، سحر، وزر. هذه الراء الساكنة أرجو منكم أن تتدربوا عليها، ويبقى لنا إن شاء الله في الأيام القادمة نتحدث عن الانطباق، عن الإطباق والانفتاح وباقي الأحكام المتعلقة بهذه الحروف. إلى ذلك الوقت، إلى يوم الخميس إن شاء الله سنلتقي بكم مرة ثانية، لكن أرجو أن الوظيفة الآن عندكم أن
تحضر 5 أمثلة لكل حالة من حالات الراء المفخمة والمرققة مرة ثانية، حتى ولو كتبتم هذه الوظيفة في تفخيم الراء، الآن اكتبوا مرة ثانية أحكام أمثلة الراء المفخمة وأمثلة الراء المرققة 5 إن استطعتم لكل حالة. طبعا في حالات ما فيها 5، لكن الحالات التي فيها يعني الفتح والضم والكسر هذه حالات كثيرة في القرآن، فتدربوا عليها حتى تصبح عندكم سليقة، وتدربوا على لفظ الكلمات هذه خاصة في إشباع الكسر عند الراء الساكنة قبلها كسر، مثل بئر، مثل فاصبر، منهمر، المدثر، منتشر، وهكذا كلمات هذه نحتاج فيها إلى إتقان وضبط الكسر وإشباعه في آخر الكلمات. طيب نلتقي بكم إن شاء الله في معلش يا دكتور حبيب، سؤال سريع جدا. نعم. صفحة 174 الوقف على كلمة خرق بالروم، ممكن حضرتك تورينا كيف تقف عليها بالروم؟ إذا كانت راء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، ذلك حتى الوصل، الوصل فرق، هذا كسر كامل وتنوين كامل. في حالة أو الوقف بالروم، الروم هو الإتيان ببعض الحركة، ما هيك؟ تأمننا فرق، هي ما هي حركة القاف؟ حركة القاف الكسر، فنأتي ببعض الحركة فرق، فكان كله فرق، الكسرة نصف كسرة، ربع كسرة، بعض الكسرة في هذه القاف، فإذا وقفنا عليها في حالة الوقف بالروم أيضا هنا فيها جواز الوجه تفخم أو ترقى. فرقي هكذا، فرقي مفرقي يعني تأكيد على الكسر، هي بعضه كسرة، هي بعض الحركة. فرقي خفض الصوت عند نطق هذه الحركة، فرقي ما أحد يسمعها غير القارئ ربما. نعم نعم، بارك الله فيك. حركة غير محققة. نعم الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم وينفع بكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. تدربوا على هذه الأمثلة ونلتقي بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.